أهلا بكم. ما زالت الرحلات الجوية في مطاري عدن وسيئون متوقفة رغم إعلان وزارة النقل اليمنية الجمعة الماضية عن استئنافها بدءا من اليوم الأحد. وأكدت الخطوط الجوية اليمنية عدم حصولها على تصاريح من التحالف العربي باستئناف الرحلات التي توقفت منذ الاثنين الفائت. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش التداعيات السلبية ومبررات توقف الرحلات الجوية في محورين. المحور الأول عن مبررات استمرار توقف الرحلات الجوية ومدى واقعيتها، ومحورنا الثاني عن التداعيات السلبية لتوقف الرحلات على المواطنين. اعتذرت شركة الطيران اليمنية لكافة مسافريها عن عدم فتح خطوطها الجوية، وأرجعت أسباب ذلك إلى عدم حصولها على التصاريح اللازمة من التحالف. وكانت وزارة النقل قد أفادت في وقت سابق عن حصولها على إذن لتشغيل الرحلات ابتداء من هذا اليوم، وتسبب إغلاق المنافذ ثم الإعلان عن فتحه ثم الاعتذار عن عدم التشغيل إحراجا للحكومة الشرعية، وأنتج في الوقت ذاته تداعيات سلبية على المواطنين خصوصا المرضى منهم. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. بعد نحو أسبوع من إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تصاعدت أصوات عديدة تطالب التحالف العربي بضرورة رفع الحظر والحصار عن المنافذ اليمنية. إعلان التحالف إغلاق المنافذ اليمنية فاقم من تردي الأوضاع الإنسانية التي تعاني حربا منذ نحو 3 أعوام، حيث ارتفعت أسعار السلع في العديد من المحافظات اليمنية، وهو ما أثار هلعا كبيرا في أوساط المواطنين. وتسبب إغلاق المنافذ اليمنية بشل حركة الطيران في البلاد، ما أدى إلى عرقلة حركة المسافرين. وأرجع التحالف العربي مسألة إغلاق هذه المنافذ إلى ضرورة وقف تدفق الأسلحة للميليشيا الإنقلابية والقادمة من إيران. وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي أكد في تصريحات صحافية أن وزارة النقل لم تحصل على التصريحات الرسمية لتشغيل الرحلات من قبل التحالف العربي، وكان الحالمي قد صرح الجمعة الماضية عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بدءا من اليوم الأحد. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ وقت سابق أن 17 مليون يمني يعانون مجاعة حقيقية، معلنة عن مخاوفها من استمرار إغلاق المنافذ اليمنية، بينما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها أجرت اتصالات بالسلطات السعودية من أجل استئناف العمليات في ميناء عدن وفتح معبر الوديعة الحدودي. نبدأ النقاش مع ضيفنا من صنعاء، هاني القرشي، مدير خدمات الشحن الجوي في خطوط الجوية اليمنية. أهلا بك أستاذ هاني. اهلا وسهلا بك استاذ هاني، لو تسمعنا من الهاتف وتخفض صوت التلفزيون حتى تسمعني بشكل مباشر. بدايه، هل ممكن ان تعطينا صوره موجزه لطبيعه الاعلان من قبل وزاره النقل عن اعاده تشغيل الخطوط الطيران الى عدن وسيئون ومن ثم الاعتذار عن هذا الاعلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نشكر قناه بلقيس على استطراق المواضيع التي تواجه الخطوط الجويه اليمنيه وعملية النقل بشكل عام في البلد. في البداية، كما هو معروف بأنه تم الحظر برا وبحرا وجوا على جميع منافذ الجمهورية اليمنية، ومن ضمنها أيضا المطارات من رحلات الخطوط الجوية اليمنية وغيرها من الرحلات الإغاثة وطيران الصعيدة وغيره. فوجئنا يوم الجمعة بأن الأخ الوزير مراد الحالمي أبلغنا باستئناف الرحلات في يوم الأحد الموافق 12/11، وقام الأخ وزير النقل الأخ مراد الحالمي بطلب الجدول التجاري من الإدارة وعبر مندوبنا مدير منطقة الرياض، وتم إرسال الجدول للرحلات التي سوف تقام يوم الأحد. ولكن للأسف الشديد وجينا مساء عند انتظارنا لمنحنا التصريح من التحالف للرحلات بأن الأخ معالي الوزير يعتذر عن إقامة الرحلات ويخص باعتذاره جميع ركاب اليمنية والطواقم التي حاليا موجودة في الخرطوم وفي عدن أو في عمان وفي القاهرة، وكل هذه التكاليف تكبد اليمنية خسائر كبيرة من حيث الصيانة والتكاليف الإضافية الأخرى. طيب، هل هناك أسباب واضحة لماذا لم تعطى الطيران اليمنية التصاريح؟ للأسف الشديد نحن حاليا في اليمنية نبحث عن هذه الأسباب،
سواء من التحالف او من الاخ مراد الحالمي وزير النقل، نريد ان نعرف ما هي الاسباب المبرره التي تدفعهم لايقاف رحلات مدنيه تقوم بنقل العالقين في داخل الوطن وخارجه وتنقل الطلاب والجرحى والمرضى من جميع انحاء الجمهوريه ومن المطارات الشرعيه في عدن وفي سيئون. نحن نبحث عن الاسباب الجوهريه، لماذا يتم وقف مثل هكذا رحلات تؤدي دور حدمي حيوي من اجل المواطن اليمني. نحن كذلك نستغرب اخي سامي. طيب، وشارك معنا بالنقاش مستشار وزير وزاره الاعلام مختار الرحبي من القاهره. استاذ مختار، اهلا بك. اغلاق الرحلات الجويه من قبل التحالف ثم الاعلان عن استئنافها من قبل الحكومه ثم الاعتذار، ما الذي يحدث؟ اولا مساء الخير عليك اخي سامي وعلى ضيفك الكريم وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام جميعا. في حقيقه الامر اننا تفاجانا جميعا كيف تم الاعلان عن اغلاق المطارات، وهي المطارات الجميع يعرف ان المطارات التي هي تابعه للشرعيه هي تحت سيطره التحالف العربي، الامارات تسيطر على مطار عدن وكذلك سيئون، بالتالي انا لا اعتقد انه هناك اي مبرر لاغلاق المطارات الا انها تزيد معاناه اليمنيين. نحن نعرف ان اليمنيين اكثر من 28 مليون يمني، ليس لديهم الا طائرتين فقط وهي طائرتي اليمنيه، وهذه طبعا تزيد من معاناه اليمنيين. اليمنيين لم يعودوا يذهبون للخارج للاستجمام والراحه واخذ اقساط من الراحه، بل يذهبون للعلاج ويذهب الطلاب ويذهب الجرحى فقط. والجميع يعرف ايضا ان ارتفاع التكاليف بسبب انه لا يوجد هناك طائرات ولا يوجد هناك شركات تم السماح لها بالعمل باليمن، لدينا اليمنيه فقط، واليمنيه هي تابعه للشرعيه والمطارات تابعه للشرعيه والتحالف. بالتالي ليس هناك، انا اعتقد بالذات المطارات لا اعتقد ان هناك اي مبررات لاغلاقها، وهذا طبعا يزيد من معاناه اليمنيين. طيب، تفسيرك استاذ مختار لوجود هذا التضارب في التصريحات ما بين التحالف والشرعيه؟ يبدو هو ليس هناك تضارب، يبدو ان قد كان هناك اذن بالسماح للطيران بالاستئناف الرحلات، وهو ما تم الاعلان من قبل الوزاره المختصه وهي وزاره النقل، ولكن بعد ذلك يبدو ان هناك اجراءات اخرى وهناك جاءت اوامر اخرى وان هناك اجراءات. سنعود مره اخرى للاستاذ مختار الرحبي. اعود للاستاذ هاني من صنعاء. استاذ هاني، لو تضعنا امام المعاناه الان بسبب توقف رحلات الطيران بالنسبه للعالقين في المطارات، حجمهم عددهم، وما هي خططكم لحل هذه المعاناه مع استئناف الرحلات قريبا اذا كان هناك استئناف قريب؟ نتمنى ان يكون هناك استئناف قريب للرحلات شرطه، والاداره التجاريه في الشركه تقوم بواجبها على اكمل وجه، وقد رفعت الجداول التجارية لخلية التحالف عبر وزارة النقل وعبر مندوبنا في الرياض مدير المنطقة. للأسف الشديد هناك رقم سوف أوضحه الآن حاليا، يوجد 3462 راكب عالقين في الداخل. هؤلاء هذا العدد هو عدد الركاب الحصري من يوم فرض الحظر على البلد إلى يومنا هذا. كذلك يوجد عدد 1859 راكب ايضا عالقين في الخارج في عنان في القاهره في الخرطوم، وللعلم هناك ركاب ياتون من مناطق في اوروبا من شرق اسيا يصلون الى الاردن والى مصر يريدون الذهاب والعوده الى الوطن، فوجئوا بان الحظر قائم الى يومنا هذا. كما اريد الاشاره، هناك ركاب مرضى في عدن وفي سيئون لهم حوالي اسبوع يحاولون الانتظار على امل ان تستانف الرحلات الى يومنا هذا، ولكن نحن نطالب قياده وزاره النقل بالسعي بشكل جاد والتواصل مع قياده التحالف لاستئناف الرحلات والبدء بنقل العالقين والمتمثل بوجود مرضى وجرحى وطلاب وغيرهم من الحالات الانسانيه. طيب، بالنسبة لكم في اليمنية، هل هناك تواصل اليوم مع أي جهات معنية؟ هل يمكن أن نكون أمام موعد قريب لاستئناف الرحلات؟ نعم، يوجد تواصل على مدار 24 ساعة من قيادة الشركة وقيادة الإدارة التجارية، وقد رفعوا الجدول المطلوب، ونحن على أمل وننتظر حتى اللحظة إن شاء الله إعطائنا التصريح، وسوف يتم إبلاغ الركاب أولا بأول باستئناف رحلاتهم بالموعد والوقت المحدد إن شاء الله.
نشرك معنا في النقاش ايضا الدكتور محمد الزلفة الاكاديمي والباحث السعودي من الرياض. اهلا بك دكتور محمد. اذا اسبوع مر على اعلان التحالف على اغلاق جميع المنافذ اليمنيه، كانت هناك وعود ربما باستئناف الرحلات الجويه للتخفيف من معاناه المسافرين وخصوصا المرضى، لكن التحالف مره اخرى يرفض باعطاء التصاريح. كيف تنظرون في الرياض لهذه المعاناه، ولماذا هذا التعنت والتصلب في هذا الموقف؟ بكل أسف المعاناة فرضت على الشعب اليمني من خلال الانقلابيين الحوثيين الذين فعلا أذلوا الشعب اليمني وأدخلوا في متاهات كثيرة بما فيها هم أكثر براوة على الشعب اليمني من أي شخص من أي قوى أخرى، التحالف والتحالف. ولذلك بكل أسف هم حريصين على استيراد السلاح بأي وسيلة وبكل وسائل غير الشرعية على حساب مصلحة الشعب اليمني، وهم الذين فرضوا عليه هذا الحصار في داخل اليمن من عدم وصول المساعدات إلى المستفيدين من المساعدات، شوهوا صورة المنظمات الدولية لأنهم استخدموا وسائل توصيل المساعدات الدولية للمتضررين اليمنيين سواء الأدوية الأغذية إلى آخره، لأنهم آثروا أن يوظفوا كل شيء لمصلحة السلاح الذي يقتلون به الشعب اليمني. طيب دكتور محمد، ما علاقة الرحلات المدنية للطيران التي تقل المرضى والطلاب والمسافرين بشكل شخصي بحالة الحصار المفروضة لمنع دخول سلاح للحوثيين؟ هذه رحلات طيران مدنية، وأيضا كان هناك تصريحات أن سيتم العمل في المطارات الخاضعة لسيطرة الشرعية ولإشراف التحالف العربي في مطاري عدن وسيئون. وهناك فتح مطار عدن ومطار سيئون للتواصل ولنقل ما تقول مثلا المرضى او المحتاجين الى اي وجهه تذهب اليها الطيران المدني. يبدو ان دكتور محمد لم تصلك الاخبار الاخيره والتصريحات على لسان وزير النقل في حكومه الشرعيه. التحالف رفض منح تصاريح للطيران المدني للخطوط الجويه اليمنيه الى مطاري سيئون وعدن. هذا اخر اخبار عندي الى هذا ان سمح لها، وانه الاجراءات فقط قضيه اجراءات، لكن ربما على ضوء تطور ما يسمى بالحراك الجنوبي والفوضى التي ارادوا ان يعملوها في عدن وربما ايضا في منطقه سيئون، ربما هم ايضا الذين تسببوا في هذا الارباك لهذه المواعيد التي حددت واعلن عنها بكل وضوح. وهذه الأسباب التي كنا نبحث عنها لسبب عدم منع التصاريح، ربما أنت ربطتها بموضوع تطورات تحصل في الجنوب دكتور محمد. أنا أقول ربما، يعني أنا لا أعتقد أن فيه مبرر لما كان قد أعلن أو تأجيله إلا بسبب ما حصل في عدن بالأمس وفي مناطق أخرى بحجة حراك جنوبي وربما ارهابيين والآلة يتسللون من خلال مثل هذه التحركات يأثرون على سلامة المطار وسلامة المستخدمين لهذه الطائرات. انا هكذا اتصور. طيب اعود لضيفنا مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من القاهرة. استاذ مختار، كنت تحدثت معك عن نقطة وجود تضارب ربما في التصريحات ما بين التحالف والشرعية، وان السبب فيما حصل من التطورات الأخيرة هو عدم وجود تنسيق بين الطرفين. قد يكون، انا اعتقد انه ليس يعني هناك عدم تنسيق، فانا اعتقد ان المطارات والاجواء البريه والبحريه هي كلها بيد التحالف بعد ان تم تفويضها من قبل الحكومه، ولكن انا اقول انه لا يوجد هناك اي مبرر لاغلاق مطار عدن ومطار سيئون، هي الرئات التي تبقت لليمنيين للدخول والخروج، وانا تحدثت مسبقا ان اليمنيين لم يعودوا يخرجوا للنزهه واخذ اقساط من الراحه، بل يخرجوا للعلاج، وفي حين كنا ننتظر ان يتم منح اليمنيين طائرات اضافيه ولو انها تاتي في اطار التعاون التجاري بين اليمنيين وطيران اخرى، لكن نتفاجئ انه تم اغلاق الطيران بالكامل، وهذا طبعا يضيف معاناه. انا في القاهره والتقيت بكثير من اليمنيين
وكان هناك عتاب شديد لي أنا شخصيا أن أنقل هذه المعاناة للحكومة الشرعية وللمسؤولين. والجميع يعيش حالة فعلا حالة صعبة جدا هنا في القاهرة وكثير من البلدان الذين يعتبرون الآن عالقين ولا يوجد هناك أي حلول لهذه الإشكاليات. الحل الوحيد أن يتم فتح هذه المطارات وأن يتم معالجة العدد العالقين. نتذكر قبل أشهر حينما تم منع أو تم إيقاف حركة الطيران كان هناك الآلاف من اليمنيين خارج اليمن وكانت هناك كارثة حقيقية لليمنيين خارج اليمن. هناك من جاء إلى سافر إلى القاهرة وإلى غير القاهرة من أجل العلاج وانتهت أمواله ولم يعد، بل أن البعض منهم حينما كانت رحلته قبل أن يتم إغلاقها. طيب في هذا الملف ما مدى قدرة الحكومة الشرعية على الإسهام في حله؟ هل هي قادرة على فعل شيء؟ هو واجب عليها، هو ليس لديها حل إلا أن يتم معالجة هذه المشكلة وأن يتم التواصل مع التحالف ويتم فتح المطارات ويتم تكثيف الرحلات ويتم حل هذه المشكلة. اليمنيين في الخارج يعانون، إضافة إلى أن من هم في الداخل يعانون أيضا. هناك الآلاف يريدون الخروج من اليمن، خصوصا من هم لديهم إقامات في خارج اليمن، وأيضا الجرحى، الطلاب، المرضى، كل هذه تسبب إشكاليات متعددة لليمنيين في الداخل وفي الخارج. هناك من هو في اليمن الآن لا يستطيع الخروج باستثناء الموقف الإيجابي والموقف المشرف لسلطنة عمان التي أعلنت أنها فتحت أبوابها وفتحت منافذها أمام اليمنيين. وأنا زرت السفارة العمانية في القاهرة وهناك أعداد كبيرة من اليمنيين تقدموا بطلب تأشيرات المرور عن طريق سلطنة عمان والإجراءات تمشي، وهناك تعاون كبير من قبل السفارات العمانية. وهذا يأتي أيضا بعد اتفاق وبعد أن قام معالي وزير الخارجية اليمني بزيارة سلطنة عمان. أعلن سلطنة عمان بشكل رسمي أن أبوابها ومنافذها مفتوحة لكل اليمنيين الداخلين والخارجين منها، وهذا طبعا موقف إيجابي وموقف تشكر عليه سلطنة عمان التي دائما ما تقف مع اليمنيين في الظروف الصعبة وتقف معهم وتحاول تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني. طيب عد لي الدكتور محمد الزلفة من الرياض. دكتور محمد، هناك ربما حالة لغط كبيرة حول قرار إغلاق المنافذ، ما هي الرؤية السعودية في هذا الخصوص؟ هل هو إغلاق كامل تريده لكل المناطق سواء الخاضعة لسيطرة الشرعية أو والخاضعة لسيطرتها؟ هل لكل الرحلات؟ يعني ما هي الصورة النهائية ورؤيتها لموضوع المنافذ؟ منفذ الوديعة مفتوح في الجهات الشرقية من اليمن. الأخ الرحبي بيقول أن سلطنة عمان بتعمل تسهيلات إلى آخره، وهذا شيء طيب لأن عمان دولة مسؤولة وتراقب كل شيء يأتي من خلال الطائرات ولا من خلال المنافذ البرية، عدا بعض الحالات التي الحوثيين احتالوا على اليمن العمانيين وعلى اليمنيين وعلى كل شيء في إدخال بعض الأسلحة مع أغذية وإلى آخره. أنا أتصور الحل مثل هذه القضايا هو أن يفتح ميناء الحديدة تحت رقابة دولية، يعني يقبل الحوثي هذا المتمرد أن تكون الحديدة تحت الرقابة الدولية وتديره الأمم المتحدة. أيضا ربما مطار صنعاء أيضا تديره الأمم المتحدة، ولكن هؤلاء يرفضون أي شيء ولذا لا يريدون إلا استيراد السلاح بكل الوسائل وبكل الطرق الشرعية. يعني نفهم أن الهدف من هذا الإجراء الأخير من قبل التحالف العربي هو المقايضة ومزيد من الضغوط لتحقيق مكاسب ربما واشتراطات كانت موجودة سابقة فيما يخص مطار صنعاء والحديدة. إذا كان الحوثي يستخدم ما يستخدم من 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 بعض الوسائل حتى الوسائل الناقلة للمؤن الطبية والغذائية من مواني مختلفة سواء من جيبوتي ولا غيره، يحتالون بكل الوسائل في سبيل تهريب الأسلحة أكثر من حرصهم على يعني إمداد الشعب اليمني بما يحتاج إليه أو منح اليمني فرصة أن يخرج للعلاج أو يخرج لكذا. هم هؤلاء هم السبب. طيب دكتور محمد، ما الذي يمنع ان يكون للمملكه العربيه السعوديه موقف انساني اخر ايضا يضاف الى مواقفها على غرار ما فعلته سلطنه عمان وان تفتح مطارات السعوديه على الاقل التي هي موجوده في المنطقه الجنوبيه وعلى حدود اليمن لتكون منفذ ترانزيت لليمنيين في هذه الفتره المؤقته للتخفيف من معاناه المسافرين؟
المواقف السعودية مواقف معروفة، هي الداعم الأول للشعب اليمني بالأغذية وبالأدوية وبكل ما يحتاجه الشعب اليمني، لكن أعطني ضمانة أن الحوثي لا يستولي عليها، أعطي ضمانة أن المنظمات الأممية ولا غيرها لا يضغط عليهم الحوثيين في لتمرير اجنداتهم على حساب المنظمات. انا ممكن التولية. اعطيك ضمان انهم يمروا مسافرين بشنطهم الخاصه، يعني يسافروا، انا اقصد المسافرين والمرضى والطلبه. هذه يعني اغلاق المنافذ هي قضيه وقتيه لحتى ما يتاكد تتاكد كل الاطراف ان هذه المنافذ لا تستخدم الا لتمرير الاغذيه والادويه واعطاء فرصه لمن يريد ان يغادر اليمن لاي غرض من الاغراض. ثم ايضا لماذا لا يسمحون بالادويه والاغذيه والمستشفيات المتنقله التي تقوم بها السعوديه وبعض المنظمات تصل الى المرضى والى كذا في مناطقهم في مدنهم. أشكرك جزيلا دكتور محمد آل زلفى الأكاديمي والبحث السعودي، كنت معنا من الرياض. أعود للأستاذ هاني القرشي مدير خدمات الشحن الجوي في الخطوط اليمنية. إذن كما ذكرت في الإحصائية التي أوردتها قبل قليل، هناك المئات من العالقين في المطارات خارج الوطن وأيضا ربما داخل الوطن، هل هناك لديكم خطط استثنائية وكيف ستتعاملون مع إجلاء هؤلاء والرحلات؟ هل ستكون الرحلات بشكل الاعتيادي أم ستكون هناك رحلات إضافية؟ بكل تأكيد لدينا الآن خطط جاهزة وخطط بديلة إن شاء الله في حالة من حلق الطريق مرقوبة لكل العالقين، سيتم لقهم بشكل اعتيادي مع ازدياد بعض الرحلات الإضافية للمناطق التي يستلزم علينا نقل الركاب الذي يكون بشكل بعدد كبير. لكن المشكلة التي تواجهنا دائما عندما نقوم مثلا بطلب رحلات الى عدن 3 إلى 4 رحلات يوميا مقابل بمنحنه فقط رحله او رحلتين، هذا يضاعف من معاناه الشركه لانها لا تستطيع تلبيه طلبات الركاب في نقلهم في الموقع في الوقت المحدد. ومن هنا نطالب وزاره النقل بان تقوم بمساعده اليمنيه في عمل الرحلات بشكل الاعتيادي، مثلا 3 إلى 4 رحلات في مطار عدن، رحلتين ايضا في مطار سيئون، نستطيع بهذا الشكل ان نقوم بشكل اعتيادي بنقل الركاب وبمواعيد قريبه جدا. اشكرك جزيلا هاني القرشي مدير خدمات الشحن الجوي في الخطوط اليمنيه، كنت معنا من صنعاء. اختم مع ضيفنا من القاهره مختار رحبي مستشار وزير الاعلام. استاذ مختار، هل يمكن ان تكون هناك عوده قريبه للرحلات؟ هذا ما يجب، يعني نحن نقول انه هذا يجب على الأشقاء في التحالف العربي وكذلك على الحكومة أن تتحرك من أجل إعادة الرحلات، لأن نحن الآن نتحدث عن الرحلات الإنسانية والرحلات المدنية، وهي هذه المطارات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتحت سيطرة التحالف العربي. بالتالي أنا لا أعتقد أن هناك أي مبرر لبقاء هذه المطارات متوقفة، وهذا يزيد من معاناة الشعب اليمني. التحالف جاء وكذلك الحكومة جاءت من أجل مساعدة المدنيين، من أجل مساعدة أبناء الشعب اليمني، وليس من أجل مضاعفة معاناتهم، وكذلك تتيح المجال أمام الإنقلابيين للمتاجرة بقضية المدنيين وكذلك المتاجرة بالعالقين. وهذا ما يجب على التحالف أن يعيه، أن الآن الوضع أصبح وضع متفاقم ومشتحن، وهناك أيضا استغلال لهذه القضايا من قبل الطرف الآخر. بالتالي لا نجعل ولا نتيح مجال للأطراف الإنقلابية باستغلال هذه القضايا. هذه القضايا في الأول والأخير هي قضايا إنسانية، واليمني لم يعد يبحث عن الرفاهية بل يبحث عن العودة إلى وطنه، وكذلك الخروج للعلاج وكذلك الخروج للطلاب والحاجات الإنسانية والحاجات الملحة. بالتالي يجب أن يتم حل هذه القضية، ويجب أن تنتظم الرحلات، وأن يتم أيضا دعم اليمنية بمزيد من الطائرات لتخفيف ارتفاع الأسعار. تصور أن الرحلة التي كانت $200 أصبحت اليوم بما يقارب $1,000 من وإلى من عدن إلى مطار القاهرة أو أقل بقليل. بالتالي هذا يضاعف من معاناة اليمنيين، يضاعف من المرضى، يضاعف أيضا من تكاليف من يتلقون العلاج خارج اليمن، وهذا يجعل التحالف ويجعل الحكومة الشرعية أمام مسؤولية أخلاقية وأمام مسؤولية إنسانية تجاههم، ويجب حل هذه القضية في أسرع وقت، لأنه كلما
كلما تأخر الوقت كلما ازدادت معاناة اليمنيين وكلما ازدادت حدة استغلال هذه القضية من قبل الطرف الآخر. شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب. يا بارك يا من الله.